السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن اخيارتنا داوانيسا ايدي الكيم با ميل كستوات جوكتان كسو دوادا مركلي يوميت كميدا برامشدا نيدي وكوكو تلقلني ماتا او اه مالي نمو سبتيا وبرنامج كيني حبين نمو وبرنامج كاينو كسو ارورينو معلومات كاوراكي اقوا وينا ايسا عديه لصورة فيدعي تاريخدو واتوبان بشا فبرايو سندكا لباكن يو أفريا لباتن هدبا برنامج كينا وحيلو دي كوكسو قد بين دورنا دور قضب او مهيمة وراكي اوغوا وينا غزة رئيس الوزارها إسرائيل إيا أباندولها عيدكا إسرائيل او فود إستراي قلبتا هدبا محاي إسكوا هايستان محالا إسكوا خلافي شاكان دي كغهايا وراكي اوغوا وينا اي غزة دقال كي دعاي إيا خسارها لوغي استعيدكا إسرائيلنا وربان دي كغهايا إيران او كشفتاي شركو صابسنا أما وضا حضل أسو رحمري إياغا إيو مريكنكا أوكو صابسن أولاد ديدا قبالكا باريغا نحي إيو حالدو إناني كسيدارين وزير كارمها دبادة إيران أو كولان كولا قاتل لبنان ديجي سدالكاس إيو حقايها قود إيو أوروكا حسب الله وذات كاليرادو شيخ حسن نصر الله هدبا كولا مدا سي وحي كسو بحيواني دين هيا وحسو كلاان برامش كدين كوسو قد بين دونا بريتو او احدا ايا لفلايا مريكانكو انا يمادان ميسكا وضا هادالكا كو صابسان ان عيدانكو دا اي كالبحان ودا كعراق هادبا بارلمان كعراق او دولادا او قباقي سيدا او قرد اخسيها بادان ودا كينا او قصارتو مريكانكا اي حلافة ديسا هادبا مريكانكو ميو اقبالي دونا عريتا ميسوا ديدي دونا قوضا باداس واندين هيا وحاشو كلاني ديسو قدبين دونا وفدي كسعودة إسرائيل أولا فيليو ساعدها سو سعودة إني قاران مقالة قاهرة إي ودك مصر سيمركا وضحظة الذي لوس سي دينتا محابيستا إي هالكا وغسي ودان إنكستو إسرائيل أي هوري أشيكت إني ديدي هذا الذي كسوا بحي حماس إي كسوا بسنا غرشاها نبدا هذا باب qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa barnaamijka idin kula wadaagi doonaa safari rimid waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online بنجي عالمي جاي اي بي اس بنجي وادمر ولبا او غبرتين سو كورنتا ادي جو سبع عصريا واو كو كو بشارينيا ان اس سهلا لعق او سو ديري كارتيد هيلدادي اصحابتا دا كنول دلكا ادي جو استعمال يا حواله عالمي جاي ريمن ترانسفير ريمن ترانسفير وا حواله عالمي او كشقيسا انك بدن 165 وطن وعالمك وانا مد كميد حوالده او وا وين ادونك اي كشقيسا درست لعقها كغيب غادو فرحه دا هلكاغي اصحابتا دا وصفو تدو استعمال ريمن ترانسفير wiifa fayna boqolanta kugu dhaway IBS bangi kulato wanaagsan markala ay xiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo aan idin kugu soo gudbin doono macluumaad ku saabsan wararkii ugu waayna hadaba waxaanu ku bilaabaynaa Iran ayaa sheegtay in Mareykanka maalmihii la soo dhaafay uu waday qoraallo uu u soo dirayay Iran isagoo ka codsanaya in Iran ay joojiso oo ay tajiso xisadda gobolka ayna la hadasho awlaadeeda si marka xaaladu aanay faraha uga bixin hadaba hadalkan ayaa waxa magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran hadaba waxana uu halka u tagay in uu la hadlo madaxda Lubnaan dawladda sidoo kale Hezbollah hoggaamiyaheeda iyo madaxda kooxaha kale ee halka ku sugan hadaba wargeyska leeyahay Asharqul Awsat ayaa wuxuu qoray sheeko ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abdullahyan ayaa daboolka ka qaaday isagoo ku sugan magaalada Beirut in waraaqo ay isdhaafsadeen Washington iyo iyaga arintaas oo ku saabsan dagaalka Gaza arinta Lubnaan sidoo kale intii uu joogay Beirut waxa uu wada hadallo la qaatay hoggaamiyaha ururka Hezbollah wadaadka leeyahay Xasan Nasrullah iyo masuuliyiin reer Lubnaan ah iyagoo ka wada hadlayay xaaladda gobolka hadaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay
وزير كارمه دبد ايران حسين امير عبد اللهيان ايا شيغي ان ودن كيسا اي وراقدو اسدافسدين اسبوعيدي اوغو دنبيي مريكانكا ايغا وحانا لوغا ودا هادلايي ارينتا سيدا غاركا اه اي ديرادا او سارين حزب الله واشنطن وحي كاودساتاي ايران ان مركا اي حزب الله اني دغالكا كوفوغان او اي سن دغال بلارن لغرين اسرائيل وزيركا ايرانيين تا ياريما ديبادا وحاو شاقي ان حالكا سياسيقا او يهي ارينتا غزة ان مركا لسوق قبا قبيو عديكا لوحو شاقي ان خطرتا قبالكا وحا لوغا باقايا ان دغالكو بلارتو اي بلارن دونت وحاو قديقي اسرائيل ان اسكود ديدو ان دغالكا لنكا وقوي لبنان اي مركا بلارسو oo markaa weeraradu ay sii xoojiso oo ay ku qaadeyso fariisimada Hezbollah wuxuuna u sheegay taa hadii ay dhacdo in marka ay eedi doonto awoodna xilligan Israa'il aanay u lahayn inay laba jiho isku furto waxa sida uu yiri waa taay marka hadalka Cabdullaahiyan maxaynu ka fahmaynaa hadalka guud waa caadi laakiin nuxurka hadalka muxuu yahay نحرك هذا الكوحوية هكو إني وراقو إصلاف سدين لبادر دينا حلقية با وراقا سطوسينا نحاين سيدا اللوغي هاي إنتا بادن وحا كشاقية حريركا مركي ربان إني إصلاح الله لبادودا سفارد دا إسويزرلان أي كولا دا هاي بغالة دا تهران عاصمة دا إيران تاسا مركا وحي قابل سنت هاي دانها مريكن كأوكالي هاي ودك إيران يدا فوريسة marka safaaradaas ayaa marka waraaqo la isu mariyay marka wuxuu leeyahay Mareykanka waxayna weydiisteen inaynu ka shaqeyno in dagaalka gobolka aanu sii weynaan si gaar ah waxayna noo weydiisteen in dagaalkan Hezbollah xageeda aanu sii fidin oo Israa'il iyo Hezbollah aanay isku fogaan maadaama maalmihii la soo dhaafay Israa'il ay sameeyay ikhtiyaalad ama dilal ay markaa ku sameeyneysay madaxda Hezbollah Hezbollahina ay markaa iyaguna ay sii kordhiyeen duqeymaha iyo weerarada ay u geysanayaan ciidanka Israa'il ee xuduud marka in arintaa marka la xakameeyo Mareykanka oo isagu dhanka Israa'il uu xakameynayo iyaguna ay dhanka Hezbollah xakameeyaan oo ay la hadlaan hadaba marka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay Beirut oo Iran weey wuxuu la kulmay marka Sheikh Hassan Nasrullah waxay ka wada hadleen lama yaqaan laakiin arintii kulay waxa in arinta maaratay aan lagu fogaan ayuu kala hadlay laakiin wuxuu digniin u diray Israa'il wuxuu yiri gobolka arimihiisu inaysan fogaan ayaa laga shaqeynayaa hadii laakiin Israa'il ay marka iyadu iska dhaga tirto oo ay waxyaabo kale sameeyso hadda ayay dhaqaaqyo samaysay dilalay samaysay hadday wax kala samayso way eedi doontaa ayuu leeyahay marka wuxuu sidoo kale intuu halkaa joogay kulamo la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Lubnaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Lubnaan marka qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka kale ee arabo barnaamijka inaan idinkugu faahfaahiyo waxay tahay dhowaan Hamas waxay sheegtay inay maaratay diyaar u tahay wadahadal iyo xabad joojin iyo in maxabiis la isafsado laakiin shuruuday keensad 45 maalmood in maaratay shaqada lagu qabto 45 maalmood kale shaqada in lagu qabto 45 maalmood kale shaqada in lagu qabto marka marxalado kala duwan ayay maaratay maxabiistan in la sii deynayo marba qayb waxyaabaha marka shuruudihii Hamas ay keentay ra'iisul wasaaraha Israa'il iyo dawladdiisu way diideen waa tii Mareykanku ka carooday waxa dhan ay caroodeen markii ay diideen ayaa Hamas waxay wafdi u dirtay magaalada Qaahira Khalil Hayya iyo ninkii labaad ee Gaza nidi sheegayay tagay waxay diyaar u ahaayeen inay wada hadalladii sii wadaan maadaama marka Israa'il ay diiday waa iska soo laabteen ka soo tageen hadda marka waxay noo sheegaysaa Israa'il waxay leedahay waxay ku leedahay Israa'il
وفديا أدرينا مجال ذا قاهرة هي محاربتان وحاربنا إن مارتي ولا هذا الذي محبيش تلقوش ديني لسيو وضو وحتى ما هينا وحي باريش انتا لقوش راي معالي كويني أهوشي سي وحنا لقشقين يسو ما هين ميا وحشروضها واي أتكيين وحواوين كدقين حماس مركا قدر إي مصر وإني شروضها دبعيان مركا سيدا درادد ماذا حسردون كسي أيضا مريكن كا أيات تيد دونا إساقنا إيمان دونا قاهرة وحاسوه كلا تيد دونا مسؤولين إسرائيل وحاسوه كلا تيد دونا ماذا حيونا كسعوتا مصر إيو مارتي قدر أيها الكا تيد دونا مركا مرحلة شحذي باريس ويشقين ويسي ومعناها إسرائيل أديد إسرائيل مركا دوحي ربطا شحكا لإن العيارو وحماس أي مارتي وحن فضوديش حماس ما شحذ باريس ريبلوغو كيني على سوبر بري مصر يا قدر وأدليست وحلي أقراض مركا حتى مركا ما أقرانا يعني مي حتى مركا الذي تصور بحل لغا قري وفدي كسوعدا إسرائيل أيا وحا أتغي مقالة قاهرة وحا أتغي مقالة قاهرة إسبوع سو صعدا مركا سي أي مركا وغسي شقيان إلا دايو مدح بالكي مدح فروشدة دتك الله هيستو معناه دتك الله هيستو إلا سيدا يو جزء كسوان هذا بور بحنت بركة وشيء سعتي وحلي يا هاي وحلا فينا يا إنه تجو مجال هذا قاهرة مدح ذا تيجي دون تو حكم إذا مدح هاي أدى سردون كدي بدأ إسرائيل موساد ديفيد بريت بريت يا نكلي رادو وعشوه كله هلك تيجي دورا مدح سردون كجودها إسرائيل رنين بار نكلي رادو إيو جنرال سري أو كترسن عيدان كا إسرائيل أو لرادو نيتسان ألون إسبوع عصو سعودة أيي هالكا تيجي دورا مغالا دا قاهرة وحسوه كلا إسنا لفلا يأينو هالكا تغو مسؤولين مرايكنا أو كجرو مدح سردون كا إحي أدى سي آيادا وحا تيجي دورا مدح كسعودة قدر هالكاس أيي تيجي دورا مسؤولين تا مصر نوي جوغان marka kulanka waxa ka qayb gali doona sida la leeyahay madaxa wakaaladda CIA ee waddanka Mareykanka William Paris madaxa muqabaraadka Masar Abbas Kamil iyo ra'iisul wasaaraha Qadar Mohammed ayaa isna ka qayb gali doona kulankaas halkaas marka lagu falanqayn doona marka game-kan Qadar iyo Masar wax leeyeen waxaan ka marnay Hamas anaga oo inaan soo dibcino haddana shaaka kala ma shaqeynaysi leey marka geemkaas sidaas uu isaguna ku socdaa wixii ciyaaraha oo arintaa ku saabsan sida la isu gaadgaadayo waa la socon doonaa qodobka kale ee barnaamijka aan idin kugu faahfaahinayo wuxuu yahay maalmahan iraaqiyiinta cagta u saareen macallinka weyn iyo xirtiisa ku sugan wadankeeda war nooga baxa wadankeena idin ma rabna naga taga marka dawladdi barashra la saaraya baarlamaankii wuxuu leeyahay la hadal Mareykan hanaga baxo asaga iyo xulufadiisa ma u baahnin hanaga tagaan dawladdi Mareykankii ku qeylnay saxda war naga baxa wada hadalada imaada maalin hore ido wada hadaladu ay bilowdeen ayaa Mareykankii la weeraray saddex askari laga dilay lag soo rabay waa buu booday wuxuu yiri Iraq laga soo weeraray marka hawshaas xalina hadda marka waxa leeyahay iraaqiintii ولكن هناك مريكان هذا وحو باليري بريتو او احدا ايانو ديبو دا حدا لدي افرينا مركوا اركينا هذا با مركوا وربحين لغا قرى شاكدا نداني دي لو داغو حكومة دا عراق وحايا شاكتاي احدا بريتو اه ان مركوا ودا حدا لو نحمر دونو واشنطن اي ايغا كاسو كو سابسان ارنتا كبحيد دا عيدان كا اسبايسيغا عالميغا ايو مريكان كو هركا ايو مركوا waxaan la sheegayaa in arintani ay sii socon doonto oo Mareykanka Britain ay wada hadaladaasu ay qayb ka noqon doonaan hadaba arintan ayaa dib u dhacday markii Mareykanka laga dilay askar koox la yiraahdo Hizbullah ee Iraq ay weerar sameeyeen iyadoo wada hadaladu ay bilowdeen ayaa arintan dib u dhacday laakiin hadda waxa leeyahay afayeenka militaryga ciidanka Iraq ninka la yiraahdo General Yahya Rasul ayaa wuxuu sheegay in gudi labada dhinac ka kooban oo Iraq iyo Mareykanka ah oo ciidamo ah ay Britain isla eegi doonaan
قابك يو سيدا اي وحور عيان وزارة داريمها الدبادة يدونا يو وزارة داريمها الدبادة مريكن كا وكيلاك السعودة يغونا عريتها قيب ويكا قيب غالي دونا مركا مريكن إساقونا حالكا عولاي ساكا سارا معالي كوين دل كينا نوغبح ميلا اوغا السعودة ملي وتاقي مركا والي سايا مركا شاكدا سيدونا حالكا سي مريسا hal mar hadii lagu habsado sida ay xil lagu dago saa isaga qaada waa dhib badan marka adduunku marka hadda wax waa mushkiladaas jirta waaya qol walba marka waxay ku dhihin anaga xagee u socnaa meel aan u socno male dad aan nooga dhinta meesha dad aan nooga baabay wiilal baan ku weynay ay bilaabayaan waa ogeydeen hadda Itoobiyaanka markii la saaray ريزورا إثيوبيا وحيابا وكواد لا يحكم ذه سومالي دي جينا وضادني ويل البدر كويني ها مركا قلوا البصاص واي مركا هدي هل مر اللي جو دكتو سيد اللي جو دك هو سا سكا قعدوا واي دي بدنت مركا هوش أسيدنا هل كاس مرسا وحكوش وقب قبينا يا وركي وجو ويرا جزة عاو ورا إيسوس عرين كتاب القسام وحشين دجال علوس ولعي inay dhow taangi oo nooc amerkaafa ah ku gubeen iyagoo isticmaalay gantaalka 105 sidoo kale waxa ay weerar kale ku sameeyeen ciidanka Israa'iil ee iyagu weerarada ku ah Khan Yunis iyo bartamaha Gaza dhanka kale sheekada cajiiba jirta oo soo baxaysa waxa leeyahay Benjamin Netanyahu iyo abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa muran iyo qaylo ku kala tagay naga tag iyo naga tag lagu kala tagay waa idii sheegay abaanduulaha iyo wasiirka gaashaan dhiga iyo Netanyahu lama hadli karo wakaas waxay ku taaban yihiin aan dowla camiiqa Mareykanka ragga waaweyn ee gadaal ka fadhiya ayaa nimankan wata marka wax kastay dhahaya waxay wuxuu ka qaadi karo aa iska yaraa leeyahay wax badan ma ka samayn karo banaankaas ka qeyli karaa shirka ma isoo geli karaan waxaasuu dhihi karaa laakiin wax kale ma samayn karaan haddaba marka sheeko laga qoray hadda caawa waxa leeyahay waxa dhex maray muran Netanyahu iyo abaanduulaha ciidanka Israa'iil waxaana la sheegayaa arintaas murankan inuu ka dhashay hawlgalka Netanyahu uu amray ee ku saabsan in Rafah la weeraro haddaba kanaalka 13 la leeyahay Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in murankaasi uu dhexmaray Netanyahu iyo hoggaamiyaha abaanduulaha ciidanka Hasi Halevi ninka la yiraahdo arrinta ku saabsan Rafah haddaba telefishinka kanaalka 13 wuxuu intaa ku darayaa in Netanyahu uu rajeynayo in amniga ay iyagu mas'uul ka noqdaan ciidamada deegaanka Rafah wuxuuna sidoo kale diidan yahay in dib loo dhigo howlgalka Rafah ee dhinaca militariga xogaa marka Netanyahu waxa leeyahay cajiid uu ka dareemay abaanduulaha amar uu siiyay wuxuu dhahay Rafah la weeraro waxa ka shakisan tihiin iyo waxa dhinaca la soo qabto abaanduulihii marka culays kale ku yimid macnaha meesha waa la isla maamulaa Israa'iil Netanyahu amarkiisa kaliya ma shaqeeyo Mareykanka wuu tuu yiri iska ilaaliya inaad weerartaan Rafah Rafahii marka abaanduulihiina xaggo ku xiran yahay marka xoogaa wuxuu ka dareemay cagajiid markaas wuxuu leeyahay waa inaad weerarka meesha ka fulisaa waa in Rafah la sameeyaa booba iska dhiga tiraa dowladii oo dhan oo qeylinaya kuwii Islaamka kuwii kale adduunka midowga Yurub qaramada midoobay wixii oo dhan Netanyahu dhagtuu ka furaysaraa xataa Mareykanka meesha marka halka milyan oo joogta hal la weeraro taageen wixii ka dhacaa ka dhacaan iyo adduunkii oo dhan oo leh war meeshan xasuuq kala ka dhacay ninkan ha laga celiyo marka labadooda arintaa ay ku murmeenaan leeyahay barnaamijkeenana qodobka ayaa ugu dambeeyay wixii aragtii fakaraa qabto soo qor si aad markaa barnaamijka aragtidaada uga faa'iidaysatid oo aad maartay uga qayb qaadatid hayloobin inaad like gareyso oo share gareyso barnaamijka haddii aad naga daawanayso Facebook iyo YouTube labadaba haddaad nagu cusubtaa subscribe sar YouTube-ka haddaad ku cusubtaa Facebook-ka follow garay inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno haddii Alla idmo akhyaaray meel kasto aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo.